الآن عامل ضمن ديليفري طلباتي ستة من الشباب ذوي الهمم، على فترات متقطعة، يعني كل حسب قدرته على العمل، وحققوا نجاح في هذا، إنه قادرين إنه نعطي، وقادرين إنه نعمل، وقادرين إنه نكون بالمجتمع اندماجنا ممتاز. دام إني مثلا أقدر على العمل ولقيت العمل المناسب كدليفري طلباتي أو أقدر عليه، خلاص ما في إعاقة. حتى على المكتب لما يتصل يقول له بعث لي أبو أحمد، أبو أحمد على السنفور، فيبعثون أكثر شيء صار يوصلون أبو أحمد، خليه هو يوصل لي الطلب. أنه أسعى بالعمل، وبالنسبة لذوي الهمم طاقة ولسنا إعاقة، الإرادة تصنع من الإنسان شخص لا يهزم. الإصابة اللي إصابتكم لا تكون سبب عجز لكم، بالعكس طاقة إيجابية واستفيدوا منها، وفرص عمل كثيرة إذا سعيتم إلها.